مساكم الله بالخير والنور والسرور والسعادة يا رب. وصفة مرة موت 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 سهلة، بيف ستراجانوف، والأهم إنها لذيذة تاكلونها في المطاعم. تقدم غالبا مع البطاطا المهروسة أو مع الرز. عيالي اختاروا اليوم، قالوا سوي رز وتسوي بطاطا مهروسة. لو علي سويت بطاطا مهروسة، لأن أنا من عشاق البطاطا المهروسة. تعالوا أقول لكم مكوناتها. عندي لحم عجل، أنا استخدم صراحة استخدمت محلي، بس تقدرون تستخدمون أسترالي أو نيوزيلندي، مرة كويسين بعد. الأسترالي مرة كويس، طبعا طازج فريش. قلت له قطع لي بيف ستروجانوف، او يقولي له قطع لي شرايح زي الشاورما او شيء، بس انا قلت له بيف ستروجانوف وفهم ايش ابي. بصل قطعته شرايح، ومشروم قطعته شرايح، ملح وفلفل اسود، مرق دجاج او مرق لحم او مرق بصل. انا استخدمت مرق البصل، بوريكم صورته دائما استخدمه، وكريمة الطبخ او سور كريم. الوصفة الاصلية تتطلب سور كريم، ما عندي فبحط مكانها كريمة الطبخ، بقدونس للزينة، وأوريجانو شوي لمن يرغب، وبس. أول شي راح نحط البصل، عندي بصل قطعته بالغلط صغير فبحطه، بس هو أصلا ترى ما يحتاج يعني، بس احنا قطعناه بالغلط فبحطه، لان كنت ابيها طويل وما فهمت علي العامله وقطعته صغار، فرح يتخلى ما يضر. الان راح اضيف الماشروم علشان يستوي مع بعض. راح اضيف الملح، والفلفل الأسود، وقلب المكونات. أبغاها بس شوي تذبل، لأن بتكمل بعدين طبخ مع اللحم، بس الحين أبغى شويات تسوي زين. لما أوصل لهذه المرحلة راح أبدأ وأشيل الأشياء هذه كلها وأحطها على جنب. ساخن جدا، راح أضيف اللحم مقطع بهذا الشكل. نضيف الآن الملح لما نشفط شوي، إذا المرق حقك مالح قلل الملح. نضيف الفلفل الأسود، أنا أحب الفلفل الأسود فهو أساسها يعني، فبكثر. الآن راح أضيف أرجع البصل والماشروم اللي أنا سويته يخلط معاه. بضيف ملعقة دقيق عشان تثقل لي الصلصة، لأن ما راح أستخدم سور كريم، بستخدم كريمة ونسيت أذكرها في المكونات. كان بضيف أوريجانو يعطي نكهة حيل حلوة، اختياري طبعا. بخلط شوي عشان بس الدقيق يختلط مع هذه المكونات. بضيف المرق، انا قلت لكم بصور لكم ان شاء الله ما انسى، واصور لكم صورة مرق البصل اللي احب استخدمه في مثل هذه الوصفات ومع الاستيكات. الان راح اضيف كريمة الطبخ مقدار كوب او المقدار اللي انتي حابته، خلوها كذا تتسبك. حابة تشوفينها ثقيلة شوي ضيفي شوية سائل، بس انا بالنسبة لي لا، لان هي لازم تكون شوي فيها ثقل، ما تكون ماي يعني، عرفتوا؟ شوفوا يا بنات هذا القوام بالضبط اللي نبيه. الحين وصلنا لهذه المرحلة، راح أضيف البقدونس شيء بسيط بس، خلاص وصفتنا صارت جاهزة. شوفوا يا بنات هذا القوام بالضبط اللي نبيه، خلاص وصفتنا صارت جاهزة.